تقابلك في المناسبات السعيده تقول لك هنفرح بيكي امتى يا حبيبتي، تقولي لهم ايه؟ مالكوش دعوه، وبعدين هنفرح قريب ان شاء الله. خلاص يعني ان شاء الله قريب تعزمينا ان شاء الله لما يحصل. هتقولي لهم ايه بقى الناس دي؟ مالكوش دعوه. اه عادي حضرتك، انا فرحانه بنفسي، حضرتك معلش مش فرحانه، دي مشكله حضرتك يعني، ماليش دعوه. اول رد فعلك لما حد يقول لك هنفرح بيكي امتى بيبقى ايه؟ بصراحه بقول لهم انا مش عايزه اتجوز. انت اللي بتقولي مش عايزه اتجوز؟ لا، هو مش الجواز هو اللي يعني اللي هيعيشني يعني. لا بصراحه وقت ما ربنا يريد يفرحنا هفرح، بس مش لازم يكون الفرحه بتاعتي هي الجواز. انا عايشه الكارير بتاعي، بحاول اوصل للي انا نفسي فيه. هنفرح بيكي امتى؟ بترد عليهم تقول لهم ايه؟ انتوا مالكم؟ بجد والله؟ ايوه. ده ردك؟ وقت ما ربنا يأذن. ده ردك على طول. سؤال مش رخم بيضايقك؟ لا ما بيضايقنيش خالص. اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ من الاخر. محدش يتكلم معايا. اه لا الحمد لله لسه ما اتسالش السؤال ده، مش عايز اساله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ردي ايه؟ مالكش دعوه. اما ربنا يأذن بده. ان شاء الله لما اخلص واشتغل ويكون ليا كارير. يعني انت بتردي عادي؟ ما بتضايقيش؟ دي حاجه بتاعتهم، دي حاجه بتاعتي انا، مش حاجه بتاعت حد. هنفرح بيكي امتى؟ ان شاء الله يعني، اما ربنا يسهل. احنا بقى عايزين نقول رساله لهؤلاء السيدات اللي هم كل شويه هنفرح بيكي امتى يا حبيبتي؟ هتقولي لهم ايه النهارده؟ خنقتونا.